بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركيا تبدأ بعملية تجميع الطائرة الحربية النفاثة محلية الصنع. لمعرفة تفاصيل هذا الخبر كونوا معنا حتى النهاية. أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش السبت بدء عملية تجميع الطائرة الحربية التركية النفاثة محلية الصنع وانتقالها من خط الإنتاج إلى خط التجميع النهائي. وقالت الشركة في بيان إن طائرة حرجيت، وهي أول طائرة تدريب تركية نفاثة، قد دخلت خط التجميع النهائي تحضيرا لبدء عملية إنتاجها. وأضافت أنه سيجري تجميع أجزاء الطائرة التي ستنطلق رحلتها الأولى في 18 آذار مارس 2023، في حين جرى تجميع 350 جزءا من الهيكل الأمامي للطائرة حتى الآن. وتابعت أنه يوجد على جسم الطائرة الأمامي المصنوع من الألومنيوم والأجزاء المركبة التي اكتملت مؤخرا كمبيوتر مهمة الطائرة والمناطق التي سيجري فيها التحكم في الأسطح المتحركة وأنظمة إلكترونيات الطيران والمكونات الإلكترونية التي ستوجه الطائرة. وكانت توساش قد بدأت المشروع بمواردها الخاصة عام 2017، وسيتألف من حوالي 8000 جزء في المجموع. من جانبه قال المدير العام لشركة توساش اشتم الكوتيل: انا متحمس لنقل المكون الاول من اول طائرة نفاثة المحرك في بلدنا الى خط التجميع النهائي. واضاف ان هذه الطائرة المجهزة بتقنيات الجيل الجديد ستساهم في تدريب الطيارين في بلدنا، وسنراها في سماء تركيا في 18 مارس 2023 الذكرى المئوية الاولى لاعلان الجمهورية التركية. وكشفت تركيا لاول مرة عن طائرتها النفاثة محلية الصنع خلال معرض للطيران انعقد في لندن في يوليو تموز 2018، والذي يعد واحدا من أكبر المعارض العالمية في مجال الطيران والصناعات الجوية. يذكر أن شركة توساش التركية صنعت لنفسها اسما قويا في السوق الأسيوية عام 2021 من خلال توقيع اتفاقية بيع المسيرة التركية العنقاء لكازاخستان، وافتتحت مؤخرا مكتب لها في ماليزيا من شأنه أن يساهم في عملية تطوير المشاريع الجديدة المشتركة في مجال صناعة الدفاع والطيران في السوق الأسيوية. كما تهدف الشركة إلى تعزيز تواجدها في السوق عن طريق تنفيذ برامج أخرى في الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركة الماليزية التي انضمت لمناقصة طائرة التدريب النفاثة حرجيت. أما عن مواصفات الطائرة حرجيت الوطنية، فقد صممت حرجيت لتكون طائرة تدريب وطنية خفيفة بجانب تقديم خدمات الدعم القريبة لما تملكه من قدرة على حمل حمولات أسلحة كبيرة، فضلا عن امتلاكها أحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في عالم الطيران الحربي. وانتقلت شركة توساش التركية مطورة طائرة حرجيت الوطنية من مرحلة التصميم المفاهيمي إلى مرحلة التصميم الأولي والإنتاج المبدئي اعتمادا على الخبرات والموارد المحلية بنسبة 100%. كما أنه من المقرر أن تزود بصواريخ MK-81 و MK-82L الموجهة بالليزر محلية الصنع، كما يمكن استخدامها كطائرة قتالية. على الرغم من تطوير حرجيت كطائرة تدريب بالأساس، إلا أنه يمكن تسليحها بصواريخ وأنظمة إطلاق محلية واستخدامها في مهام قتالية ومهام دعم قريبة. وبشكل عام يمكن مقارنة الطائرة التركية بالطائرة السويدية التي تعتبر واحدة من أحدث الطائرات المقاتلة اليوم، إذ تبلغ حمولتها الفارغة بين 6 و7 أطنان، ويبلغ أقصى وزن للإقلاع 18 طنا. في الواقع فإن قوة إقلاع حرجيت الوطنية أكبر قليلا من الطائرة السويدية التي طورت منذ البداية كطائرة مقاتلة لقواتها الجوية بشكل مشابه لمشروع الطائرة الوطنية. ومع ذلك هذا لا يعني أن حرجيت لن تصبح طائرة مقاتلة خفيفة، ومن المتوقع بالفعل أن تكون حرجيت قادرة على حمل جميع الصواريخ والقنابل المحلية المنتشرة في الجو بما في ذلك جوك دوغان وسوم، بالإضافة إلى رادار آسا
الذي تنتجه أصلصان التركية، ومن المتوقع أن يكون للنسخة المسلحة من حرجيت 7 محطات أسلحة، 3 منها على الأجنحة وواحد تحت الجسد، بالإضافة إلى مدفع عالي الدقة من عيار 20 ملم في المقدمة. كما سيكون هناك نظام رؤية مثبت على خوذة الطيار، وستمتلك الطائرة القدرة على التزود بالوقود بالجو أيضا. نسأل الله التوفيق لتركيا في مسعاها لامتلاك أسلحتها وغذائها ودوائها. متابعين الأعزاء، لا تنسوا أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.